حمدوك يعود إلى منزله وبلينكين يجري اتصالا به. عودة الاشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس. أحد عشر قتيلا في اعتداء إرهابي في ديالا والكاظمي يتوعد بالقصاص. اليوم مباحثات أوروبية إيرانية في بروكسل حول برنامج طهران النووي. ميقاتي يعتذر عن حديث وزير إعلامه عن اليمن ويؤكد أنه لا يعبر عن موقف حكومته. أطيب التحايا وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة، إذ رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعودة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى منزله، وذلك في اتصال أجراه بلينكين بحمدوك بحسب الخارجية الأمريكية. رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك كان قد عاد إلى منزله في الخرطوم والذي أحيط بقوة أمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله لحمايته، وتعهد البرهان بعودة حمدوك لمنزله متى استقرت الأمور وزالت المخاوف. القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان كان قد حدد خريطة طريق المرحلة المقبلة بالإعلان عن تعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية التي كانت تشكل ركيزة مرحلة الحكم الانتقالي، لكنه أكد السعي لاستكمال تكوين المؤسسات في غضون أسبوع إلى 10 أيام. البرهان أشار إلى أن الحكومة ستشكل بطريقة مرضية وسيتم اختيار وزير من كل ولاية بدون مشاركة أي قوى سياسية. البرلمان اتهم قوى الحرية والتغيير باختطاف مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار. اطرحنا أنه يمكن يشاركوا في المفوضيات، يمكن يشاركوا في المواقع المجلس التشريعي، هذا كله تحدثنا فيه، لكن بكل أسف مبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها بواسطة مجموعة معينة وأغلقتها. أغلقتها على نفسها وبدأت تتحدث في أمور حتى أمور خاصة بالقوات المسلحة نحن لا نعلمها، ونحن أيضا أخصينا من هذه المبادرة. القوات المسلحة ما كانت ممثلة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في الانتقال. في شأن الليبي، أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة الفرناج أحد أحياء العاصمة طرابلس بين جهاز دعم الاستقرار والشرطة القضائية التابعة لجهاز الدعم. نقل مراسل الحدث عن مصادر محلية تضرر عدد من السيارات والمحال التجارية، وبحسب مصادر الحدث فإن سبب الاشتباكات هو خلاف على مناطق النفوذ بين القوتين، إضافة إلى اعتراض جهاز دعم الاستقرار على توقيف سيدة تقود سيارة بدون لوحات معدنية من قبل الشرطة القضائية. يذكر أن الاشتباكات بين هاتين القوتين التابعتين لحكومة الوحدة ليست الأولى. أعلنت خلية الإعلام الأمنية ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش في ديالا إلى 11 قتيلا وعشرات الجرحى، بينما توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن لا تمر جريمة المقتادية دون محاسبة.
توعد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر بفرض عقوبات على المجامع المسلحة الخارجة على القانون والتي تستهدف المصالح الأمريكية والعراقية. تولر أضاف في جلسة حوارية على هامش ملتقى الشرق الأوسط في أربيل أن الولايات المتحدة طلبت من إيران والدول المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية. يلتقي في بروكسل اليوم مساعد وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها النوويين الجديد علي باقري والمفاوض الأوروبي إنريكي مورا الذي زار طهران في 14 من أكتوبر الجاري أملا في الحصول على موعد محدد لعودة المفاوضات النووية إلى فيينا. وبحسب المتحدث باسم المنسق الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فإنه من غير المقرر أن يلتقي جوزيف بوريل والمفاوض الإيراني وتماطل إيران في العودة للمحادثات النووية. وكان مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعا المسؤولين الإيرانيين علنا إلى تعريف ما يقصدونه بكلمة قريبا عندما يسألون عن موعد رجوعهم إلى طاولة المفاوضات. قال مستشار الأمن القومي جاك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيناقش المحادثات النووية الإيرانية مع الحلفاء الأوروبيين على هامش قمة مجموعة العشرين وقمة المناخ العالمية. وقال سوليفان إن واشنطن تراقب عن كثب التقدم في البرنامج النووي الإيراني وتشعر بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذتها طهران منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أن نافذة الدبلوماسية ليست غير محدودة وأن واشنطن تحتفظ بالطبع بجميع الخيارات الأخرى التي تتمكن من التعامل أو تمكن من التعامل مع هذا البرنامج حسب الضرورة. So on the second, I'm not fixing a date on that. Obviously, we closely monitor the progress in Iran's nuclear program. We are alarmed and concerned by the steps that they have taken since they left the Joint Comprehensive Plan of Action. Within the Joint Comprehensive Plan of Action, there were constraints on that program that were significant and substantial. We had a lid on that program. Now we do not because we don't have that deal. So our first and highest priority is to get back to the table and get back to a deal that does in fact place a lid on Iran's nuclear program. أعلنت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، كما اعترضت منظومة الدفاع الجوية مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران. وأعلن التحالف أنه سيتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. اشتباكات مستمرة تشهدها جبهات حجة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي التي تحاول التقدم والسيطرة على مواقع الشرعية التي تبادلها بإطلاق النار لصد هجماتها. مفاد الحدث زار الخطوط الأمامية بجبهة يطين بمحافظة حجة ورصد لنا الأوضاع هناك. نحن الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة الطينة في محافظة حجة، هذه الجبهة المشتعلة منذ أيام والتي شهدت قتالا شرسا بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية. نحن أول من نصل إلى هذه الجبهة، جبهة الطينة بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية، حيث تجري الاشتباكات بصورة مستمرة بين قوات الشرعية التي نقف في مكانها الآن وميليشيا الحوثي التي تستهدف من خلال القذف بقذائف الهون لهذا المكان أن تزيد الحصار على المواطنين الموجودون في محافظة حجة، ما يزيد المعاناة المستمرة التي يعيشونها. القوات هنا تتحدث على أن هذه الاشتباكات تستطيع القوات اليمنية صدها بصورة مستمرة. هذا هو أحد الجنود الذين يقفون في الخط الأمامي تماماً على جبهة الطينة، وكما تشاهدون وتسمعون هذه الطلقات هي رد على طلقات أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل قليل لتستهدف بها هذه المنطقة. الوضع بالجبهة كما تشاهدون تبادل عيارات، تم الرد على ميليشيات الحوثي وتم إسكات عياراتهم. ميليشيات الحوثي في الاتجاه ذي باتجاه مزارع الجر وبحربهم بالحرب الجبانة بالحرب
المسيرة والذية، وكلما حاولت ميليشيات الحوثي أن تتعامل بالعيارات بيتم عليها ولن تتقدم شبرا واحدا. تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن حتى لا نستهدف من قبل هذه المسيرات التي تطلقها ميليشيا الحوثي بصورة مستمرة لاستهداف القوات الموجودة في هذه المنطقة. من داخل جبهة الطينة لقناتي العربية والحدث، أحمد بجاتو، محافظة حجة. قال وزير الإعلام اليمني معمر اللرياني إن تصريحات نظيره اللبناني جورج قرداحي تعكس جهلا بدور إيران وأجندتها التوسعية باليمن والمنطقة. وشدد اللرياني على أن الحوثيين هم من فجروا الحرب بالانقلاب على الدولة بإعاز وتخطيط إيراني. من جانبه لفت وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إلى أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعد خروجا عن الموقف الواضح لبلاده تجاه اليمن، كاشفا عن توجيه سفير بلاده بتسليم رسالة للخارجية اللبنانية تستنكر تصريحات قرداحي. بدوره أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا عبر فيه عن رفضه لحديث وزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن والدول الخليجية، معتبرا أن حديث قرداحي مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة. أضاف ميقاتي أن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وأنها تدين التدخل بشؤونها الداخلية، مضيفا أن تصريحات وزير الإعلام كانت قبل تسلمه المنصب. دعا نواب في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن لعدم بيع مقاتلات F-16 لتركيا، وعبروا عن ثقتهم في أن الكونغرس سيعرقل هذه الصفقة. وفي رسالة أبدى 11 نائبا شعورا عميقا بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن احتمال شراء تركيا 40 طائرة F-16 جديدة و80 من معدات التحديث. كما أضاف الموقعون على الرسالة أن بيع المقاتلات يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وسبق أن طلبت أنقرة أكثر من 100 طائرة من F-35، لكن الولايات المتحدة أقصت تركيا من البرنامج بعد حيازتها صواريخ S-400 الروسية. إلى اللقاء. مزاج شعبي عارم باتجاه احداث تغيير شامل على المستوى السياسي. هذه الاحتجاجات امتدت الى محافظات تونسيه اخرى. نحن نمر بادق اللحظات في تاريخ تونس. يا اخي خليه يقف هالتيار. هناك خطر حقيقي يهدد كيان الدوله. اليوم عيد الجمهوريه في تونس لن يكون يوما عاديا. انت وصفت التظاهرات اليوم بانها انتفاضه شعبيه، لماذا؟ هذا التدخل تم بعد استنفاذ كل طرق الحديث مع حركه النهضه. قرارات مهمه بالجمله يمكن ان نجيزها في ثلاث قرارات. القرار الاول تشميد كل اختصاصات المجلس النيابي. برأيك كيف يمكن اليوم لتونس أن تخرج من هذه الأزمة بأقل كلفة؟ عالمنا في تحول دائم، تتغير المعطيات فتختلف النتائج، نصبح على حدث ونمسي على آخر. ما يهمنا أن نبقى نقطة تواصلك مع الأحداث 24 ساعة من مكان الحدث، من قلب الحدث، بالدقة والتفاصيل التي تهمك حتى تقوم بالقرار السليم. عليك أن تحصل على المعلومات الصحيحة. الحدث.
حمدوك يعود إلى منزله وبلينكين يجري اتصالا به. عودة الاشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس. أحد عشر قتيلا في اعتداء إرهابي في ديالى والكاظم يتوعد بالقصاص. اليوم مباحثات أوروبية إيرانية في بروكسل حول برنامج طهران النووي. ميقاتي يعتذر عن حديث وزير إعلامه عن اليمن ويؤكد أنه لا يعبر عن موقف حكومته. طيب التحية وأهلا بكم مشاهدينا. إذا رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعودة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى منزله، وذلك في اتصال أجراه بلينكين بحمدوك بحسب الخارجية الأمريكية. رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك كان قد عاد إلى منزله في الخرطوم والذي أحيط بقوة أمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله لحمايته، وتعهد البرهان بعودة حمدوك لمنزله متى استقرت الأمور وزالت المخاوف. وفي ردود الأفعال طالب الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية بالإفراج الفوري عن السياسيين المحتجزين، متوعدا الخرطوم بعواقب وخيمة بما فيها الدعم المالي إذا لم يتم التراجع عن هذا الوضع على الفور في السودان. وأدنى الاتحاد الأوروبي إعلان حالة الطوارئ وتعليق الوثيقة الدستورية. الموقف الأمريكي نفس الموقف اللي قلنا الأمس في البيان من وزارة الخارجية. إذا الولايات المتحدة ترفض هذا الاستيلاء وهذا المحاولة ضد أو هذا الأعمال من قوات الأمن السودانية. نحن ضد هذا الاستيلاء عن السلطة من الجيش، ونرى أن هناك حكومة انتقالية تحت المدنيين، ومن لازم أن كل الأطراف في السودان تعود إلى هذه العملية السياسية. القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان كان قد حدد خريطة طريق المرحلة المقبلة بالإعلان عن تعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية التي كانت تشكل ركيزة مرحلة الحكم الانتقالي، لكنه أكد السعي لاستكمال تكوين المؤسسات في غضون أسبوع إلى 10 أيام. البرهان أشار إلى أن الحكومة ستشكل بطريقة مرضية وسيتم اختيار وزير من كل ولاية بدون مشاركة أي قوة سياسية. البرهان اتهم قوى الحرية والتغيير باختطاف مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار. اقترحنا أن يمكن يشاركوا في المفوضيات، يمكن يشاركوا في المواقع في المجلس التشريعي، هذا كله تحدثنا فيه، لكن بكل أسف مبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها بواسطة مجموعة معينة وأغلقتها على نفسها، وبدأت تتحدث في أمور حتى أمور خاصة بالقوات المسلحة نحن لا نعلمها، ونحن أيضا أخصينا من هذه المبادرة. القوات المسلحة ما كانت ممثلة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في الانتقال. أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة الفرناج أحد أحياء العاصمة طرابلس بين جهاز دعم الاستقرار والشرطة القضائية التابعة لجهاز الدعم. ونقل مراسل الحدث عن مصادر محلية تضرر عدد من السيارات والمحال التجارية. وبحسب مصادر الحدث فإن سبب الاشتباكات هو خلاف على مناطق النفوذ بين القوتين، إضافة إلى اعتراض جهاز دعم الاستقرار على توقيف سيدة تقود سيارة بدون لوحات معدنية من قبل الشرطة القضائية. يذكر أن الاشتباكات بين هاتين القوتين التابعتين لحكومة الوحدة ليست الأولى.
قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبابة إن ليبيا واحدة ولا يمكن أن تقسم بأي شكل من الأشكال. وأضاف الدبابة أن الصراع دائرة حاليا سياسيا وليس جهويا كما يشاع. احنا ما عندنا أشكال، برقة برقة بيسموها برقة، بيسموها شرقية، قلنا بيسموها أي تسمية، احنا ما عندناش مشكلة، احنا عندنا تقسيم إداري ونعرف تقسيمنا الإداري. منطقة برقة هم بالك فيه اعتزاز بهذه التسمية، بالعكس احنا نرحب بها وما عندناش، حتى كان بيقروه البرلمان ولا يقر أي حاجة في هذا التقسيم الإداري الجديد. احنا ماناش مسؤولين على أي حكومة أخرى ولن تحاسبوا على أي حكومة، احنا اتهمونا كحكومة الوحدة الوطنية واتهموني هنا شخصيا بالجهوية، وانتم اتهموكم انكم انتم منحازين وتحابوا في ناس معينة وتحابوا في مناطق معينة، دافعوا على أنفسكم وانا ندافع قاعد على نفسي وحتى انتم دافعوا على أنفسكم. إلى العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش في ديالى إلى 11 قتيلا وعشرات الجرحى، بينما توعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن لا تمر جريمة المقتدية دون محاسبة. قال شقيق الناشط العراقي أحمد عبد الصمد الذي اغتيل في يناير من العام الماضي في مقابلة مع الحدث إن المتهم بقتل شقيقه قال أمام القاضي إن أوامر اغتيال الناشطين في العراق جاءت بفتوى خامنئي. فسأل قال تغرت ما سألت رئيس العصابة أحمد طويسي، سألت قال إيه سألت، قال شنو سألت، قالت سألت شنو هذا ليش غير قتلنا، قال لا أحمد طويسي جاتني فتوى، يعني جاء اتصال يعني كتلت على ضوء فتوى، قال له زين ما سألت القاضي طرح على سؤال ثاني، قال له زين من جتك الفتوى هذا، يعني بصريح العبارة قال له زيني فتوى من علي خامنئي، عاد السؤال بصيغة الثانية القاضي يعني ما اقتنع بهاي إجابته، عاد السؤال الثاني قال له مرة ثانية بصيغة ثانية قال له زين على أساس تحتقلوني على أساس تأخذون الحجز والتحقيق وهيك أمور، يعني هيئة الحجز الشعبي منطقة القصور، زين ليش كهذا ليش قتلته وليش هذا متأكد سألته، قال إيه سألته، قال سألت أحمد طويس المسؤول عنك يعني من جاي فتوى، قال إيه سألته، قال شنو جاوبك، قال جاوبني إن جتني فتوى من علي خامنئي، يعني بصريح العبارة. وأضاف شقيق الناشط أن المتهم بقتل شقيقه قال أمام القاضي إن ما يعرف بفرقة الموت بالعراق والمتورطة بقتل الناشطين على علاقة بميليشيات إيران، مضيفا أن الحشد الشعبي هو من نقل لهم فتوى خامنئي بقتل الناشطين. قال زين ما عن طريق أحمد طواسي من جت الفتوى، قال لي قال جاتنا من هيئة الحشد الشعبي، ما ذكر يعني اسم، يعني اسم كوسيط عراقي، بس من جت فتوى من هيئة الحشد الشعبي من علي خامنئي باختيار أحمد وصفوة، قال له زين وبعد ما قتلته مرة رحت وقال وصلنا هذا أبو فاطمة قرمة، وصلت أحمد طويسة مقر الحشد الشعبي منطقة القصور، ثم رجعنا السيارة خليتها بالشركة مالت أحمد طويسة، عنده شركات قال وعنده مسابح هواي أمور، وبالأخص وقال أنا أشتغل سائق عنده. توعد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر بفرض عقوبات على المجاميع المسلحة الخارجة على القانون والتي تستهدف المصالح الأمريكية والعراقية. تولر أضاف في جلسة حوارية على هامش ملتقى الشرق الأوسط في أربيل أن الولايات المتحدة طلبت من إيران والدول المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية. أشار السفير الأمريكي إلى أن الهجمات التي استهدفت قوات التحالف بإقليم كردستان كانت تهدف لتقويض الأوضاع هناك، وألفت تولر لأن الولايات المتحدة تعاملت مع هذه الهجمات ومع منفذيها لأن الهدف منها ليس الولايات المتحدة فحسب بل إقليم كردستان والحكومة العراقية.
يلتقي في بروكسل اليوم مساعد وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها النوويين الجديد علي باقري والمفاوض الأوروبي أنريكي مورا الذي زار طهران في 14 من أكتوبر الجاري، أملا في الحصول على موعد محدد لعودة المفاوضات النووية إلى فيينا. وبحسب المتحدث باسم المنسق الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فإنه من غير المقرر أن يلتقي جوزيب بوريل والمفاوض الإيراني. وتماطل إيران في العودة للمحادثات النووية. كان مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعا المسؤولين الإيرانيين علنا إلى تعريف ما يقصدونه بكلمة قريبا عندما يسألون عن موعد رجوعهم إلى طاولة المفاوضات. قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن سيناقش المحادثات النووية الإيرانية مع الحلفاء الأوروبيين على هامش قمة مجموعة العشرين وقمة المناخ العالمية. وقال سوليفان أن واشنطن تقترب عن كثب التقدم في البرنامج النووي الإيراني وتشعر بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذتها طهران منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أن نافذة الدبلوماسية ليست غير محدودة وأن واشنطن تحتفظ بالطبع بجميع الخيارات الأخرى حتى تتمكن من التعامل مع هذا البرنامج حسب الضرورة. وفي رد منه على سؤال لمراسلة الحدث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إذا ما كانت إيران تجاوزت مرحلة التفاوض للعودة للاتفاق النووي فأعرب عن قلقه تجاه الخطوة التي اتخذتها إيران منذ تخليها عن الاتفاق. At what stage will the White House decide that Iran has passed the no point of return? They have enough enriched uranium, they have heavy water, they have the know-how. So when do you decide that we have to enact Plan B, if you wish? So on the second, I'm not fixing a date on that. Obviously, we closely monitor the progress in Iran's nuclear program. We are alarmed and concerned by the steps that they have taken since they left the Joint Comprehensive Plan of Action. Within the Joint Comprehensive Plan of Action, there were constraints on that program that were significant and substantial. We had a lid on that program. Now we do not because we don't have that deal. So our first and highest priority is to get back to the table and get back to a deal that does, in fact, place a lid on Iran's nuclear program. أعلنت إيران تعرضها لهجوم إلكتروني واسع النطاق تسبب بأعطال في محطات الغاز بعدما أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي بأن مبيعات محطات البنزين في جميع أنحاء إيران شهدت اضطرابات كبيرة الثلاثاء بعد عطل برمجي أثر على نظام الدفع بالبطاقات المدعومة. محطات الوقود في إيران خارج نطاق الخدمة ومئات السيارات تزاحمت أمام المحطات بانتظار الحصول على وقود. التلفزيون الرسمي أعلن أن هجوماً إلكترونياً أوقف نظام الوقود الذكي. سبقه قول وزير الداخلية إن التوقف سببه مشكلة فنية سيتم إصلاحها، نافياً وجود خطط لزيادة أسعار الوقود أو مخاوف لدى الشعب بحسب قوله. كما تعرضت اللوحات الإعلانية الرقمية للاختراق، وفي أصفهان كتب على إحداها: خامنئي، أين وقودنا؟ وقالت مصادر إن الهجوم السيبراني على محطات الوقود نفذته مجموعة من القراصنة هاجمت شبكة سكك الحديد الإيرانية في يوليو الماضي، ونشرت حينها عبارة هجوم إلكتروني متبوعة برقم مكتب مرشد إيران، وهي نفس العبارة التي ظهرت على الشاشات الرقمية لمضخات الوقود. وواجهت إيران سلسلة من الهجمات الإلكترونية مؤخرا، منها ما حدث عند تسريب مقاطع في أغسطس وأظهرت الانتهاكات في سجن إيفين. كما فصلت إيران الكثير من بنيتها التحتية الحكومية عن الإنترنت بعدما تسبب فيروس الكمبيوتر ستوكسنت في تعطيل آلاف أجهزة الطرد المركزية في مواقع نووية عام 2010. حسن جوليد، الحدث.
أعلنت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، كما اعترضت منظومة الدفاعات الجوية مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران. وأعلن التحالف أنه سيتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. اشتباكات مستمرة تشهدها جبهات حجة بين قوات الشرعية وميليشيا الحوثي التي تحاول التقدم والسيطرة على مواقع الشرعية التي تبادلها بإطلاق النار لصد هجماتها. مفيد الحدث زار الخطوط الأمامية بجبهة عطينة بمحافظة حجة ورصد لنا الأوضاع هناك. نحن الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة الطينة في محافظة حجة، هذه الجبهة المشتعلة منذ أيام والتي شهدت قتالا شرسا بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية. نحن أول من نصل إلى هذه الجبهة، جبهة الطينة بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية، حيث تجري الاشتباكات بصورة مستمرة بين قوات الشرعية التي نقف في مكانها الآن وميليشيا الحوثي التي تستهدف من خلال القذف بقذائف الهون لهذا المكان أن تزيد الحصار على المواطنين الموجودون في محافظة حجة، ما يزيد المعاناة المستمرة التي يعيشونها. القوات هنا تتحدث على أن هذه الاشتباكات تستطيع القوات اليمنية صدها بصورة مستمرة. هذا هو أحد الجنود الذين يقفون في الخط الأمامي تماما على جبهة الطينة، وكما تشاهدون وتسمعون هذه الطلقات هي رد على طلقات أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل قليل لتستهدف بها هذه المنطقة. الوضع بالجبهة كما تشاهدون تبادل عيارات، تم الرد على ميليشيا الحوثي وتم إسكات عياراتهم. ميليشيا الحوثي في الاتجاه ذي باتجاه مزارع الجر، وبحربهم بالحرب الجبانة بالحرب المسيرة والذية، وكل ما حاولت ميليشيا الحوثي أن تتعامل بالعيارات بيتم عليها ولن تتقدم شبرا واحدا. تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن حتى لا نستهدف من قبل هذه المسيرات التي تطلقها ميليشيا الحوثي بصورة مستمرة لاستهداف القوات الموجودة في هذه المنطقة. من داخل جبهة الطينة لقناتي العربية والحدث، أحمد بقاتو، محافظة حجة. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمأرب مشروع العودة إلى المدارس، ويهدف المشروع الذي يستفيد منه 2208 طالبا وطالبة من النازحين إلى تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها من خلال توفير المواد التعليمية. تزايد متصاعد للأطفال في سن التعليم مقارنة بالأعوام الماضية مع تزايد النزوح إلى مأرب. أطفال حرمتهم الحرب وظروف المعيشة الجلوس على مقاعد الدراسة لعدم امتلاكهم مستلزمات التعليم. وفر لهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حقيبة مدرسية بكافة مستلزماتها المكتبية والقرطاسية، وكذا الزي المدرسي للطلاب النازحين في مأرب. موضوع النزوح يسبب مشاكل نفسية كبيرة عند الطلاب، ونسبة التسرب في التعليم بشكل كبير بسبب نقص المادة عند الأهالي، وبالتالي تأثر على نفسية الطالب. يعني طالب لما يكون مقبل على سنة دراسية ما فيش زي، ما فيش حقيبة، ما فيش أدوات مدرسية، تؤثر على سلبا ويسبب له أنه يتسرب من التعليم. فلما يكون في زي هذه اللفتات الكريمة من منظمات دولية أو محلية أو داعمين ذاتيين بتقديم ولو دفعة قليلة لمحو أو رسم بسمة صغيرة على وجه أي طفل، فهذا يشكل دعم نفسي كبير جدا. مشروع العودة إلى المدارس الذي ينفذ في عدة محافظات يمنية يستفيد منه أكثر من 7000 طالب وطالبة، وفي مأرب يستفيد منه ما يزيد عن 2200 نازح ونازحة في مرحلته الأولى. ندشن هذا اليوم هذا المشروع في محافظة مأرب في أحد المدارس في محافظة مأرب، والذي نسال من خلاله بدرجة أساسية النازحين. عدد المستهدفين في هذا المشروع 2280 طالب وطالبة في الزي المدرسي، كذلك 2280 طالب وطالبة في الحقيبة المدرسية. تساهم هذه المشاريع بحسب تربويين في تشجيع الطلاب على التعليم وتمنع حالات التسرب،
فتوفير حقيبة وزي مدرسي من مركز الملك سلمان يعني لهؤلاء الأطفال الكثير. محمود الحميدي لقناتي العربية والحدث مأرب. قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن تصريحات نظيره اللبناني جورج قرداحي تعكس جهلا بدور إيران وجندتها التوسعية باليمن والمنطقة. وشدد الأرياني على أن الحوثيين هم من فجروا الحرب بالانقلاب على الدولة بإعاز وتخطيط إيراني. من جانبه لفت وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إلى أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعد خروجا عن الموقف الواضح لبلاده تجاه اليمن، كاشفا عن قيامه بتوجيه سفير بلاده بتسليم رسالة للخارجية اللبنانية تستنكر التصريحات الواردة عن وزير الإعلام جورج قرداحي. هذا وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا عبر فيه عن رفضه لحديث وزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن والدول الخليجية، معتبرا أن حديث قرداحي مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة. وأضاف ميقاتي أن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وأنها تدين تدخل بشؤونها الداخلية، مضيفا أن تصريحات وزير الإعلام كانت قبل تسلمه المنصب. كشف الاستطلاع الذي أجرته سيغما كونسي مواصلة تصدر الحزب الدستوري الحر لائحة الأحزاب التي ينوي التونسيون التصويت لها في الانتخابات التشريعية القادمة. وفقا للاستطلاع حصل الحزب الدستوري على نسبة 32% من نوايا التصويت في التشريعية، فيما حصلت النهضة على نسبة 9.5%، وفي المقابل احتل ما يسمى بحزب قيس سعيد المرتبة الثانية بنسبة 30.7%. أما بخصوص نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية فحافظ الرئيس قيس سعيد على الصدارة بنسبة 89%، تليه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بنسبة 3.5%، وحل الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بنسبة 1.1%. تجري قيادات وأعضاء مستقلة من حركة النهضة مشاورات لتأسيس حزب سياسي جديد بعد انشقاقها عن الحزب، وذلك بسبب ما اعتبرته فشلا في إقناع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي بالإصلاح داخل الحركة والالتزام بمبدأ التداول السلمي للقيادة. هذا وتم تشكيل لجنة للبدء في المسار القانوني لإطلاق الحزب الجديد يتقارب فكريا مع النهضة. وبحسب مصادر مطلعة فإن قيادات وأعضاء النهضة المستقلين يسعون لنوع من التوافق على أن يتولى عبد الفتاح مورو رئاسة حزبهم الجديد ويعاونه عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم وسمير ديلو. مورو الذي غاب عن المشهد السياسي وغادر هياكل النهضة بعد خوض السباق الرئاسي السابق تعول عليه قيادات النهضة المستقلة بسبب الثقة التي يحظى بها لدى التونسيين، حيث حصل على المرتبة الثالثة في استطلاع آراء حول ثقة التونسيين بالسياسيين بنسبة وصلت ل 17%. وكان القيادي المستقل عن حركة النهضة محمد بن سالم قد أعلن عن تفكير القيادات المستقلة من النهضة جديا في تكوين حزب وسطي. هذا وقال القيادي أحمد مطر في تنظيم الإخوان في تسجيل صوتي إن الجماعة ابتليت بمجموعة جديدة انضمت إليها وهم ليسوا من الإخوان، وصفا إياهم بالعصابة مثل محمود عزت ومحمود حسين ومن على شاكلتهما على حد تعبيره. ابتلينا من 54 ل 74 بمجموعة دخلت الإخوان ليست من الإخوان، تنظيم سري، محمود عزت ومن على شاكلته، وابتدوا يصعدوا الناس اللي من زاوية الطاقات المحدودة زي محمود حسين ومحمود غزان ومحمود الإبياجي ومحمود عبد الرحيم ومحمود إبراهيم، كل من اسمه محمود بس. فهذه المجموعة ما كانتش لها أي وجود. واتهم القيادي الإخواني أحمد مطر من يدير الجماعة في إشارة إلى محمود حسين الذي يترأس ما يعرف بجبهة إسطنبول بالعصابة. هؤلاء ركبوا الجماعة وخطفوها إلى مسار لا علاقة له بالإخوان، مسار يعني التنظيم السري ومجموعة من المروجين لهذا التنظيم ومجموعة من السكرتارية. لكن لا في مبدعين، أي مبدع لازم يمشي، هؤلاء هم اللي طلعوا بعد الفتوح وهم اللي طردوه وخلوه يتجن ويبقى ولو عملوا في خيرة اللي عملوه في الفتوح كان كفر. كريم الزعفراني صاحب الفضل على مصر كلها، وهم اللي
اللي كانوا عايزين يرسلوا احمد محمد البلتاجي، هم اللي كانوا عايزين مش هقول اسماء تانية. بس فما تستغربش ان محمود حسين، لا محمود حسين هذا ما يعني ما هو ما هو لا رؤيه له ولا عقل له ولا تفكير. ولو حصلت معجزه ورجعنا هتبقى معركه بيننا احنا. هم قبل كده ذبحونا للاسف الشديد، ذبحوا الجيل بتاعنا كله. هو في عهد الدكتور مرسي حد من الجيل بتاعنا تولى مسؤوليه ولا شارك في صنع القرار؟ لا في التنظيم ولا في في الفريق الرئاسي. بقت الناس تروح لل تتكلم، يا جماعه فين فلان فين فلان فين فلان فين فلان. ده اردوغان وعبد الله جولة واحمد داوود اوغلو لما راحوا مصر سالوا على اسماء بعينها. دعا نواب في الكونغرس الامريكي اداره الرئيس جو بايدن لعدم بيع مقدرات F-16 لتركيا، وعبروا عن ثقتهم في ان الكونغرس سيعرقل هذه الصفقه. وفي رساله ابدى 11 نائبا شعورا عميقا بالقلق ازاء تقارير تتحدث عن احتمال شراء تركيا ل40 طائره من طراز F-16 الجديدة و80 من معدات التحديث. كما أضاف الموقعون على الرسالة أن بيع المقاتلات يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر. وسبق أن طلبت أنقرة أكثر من 100 طائرة من نوع F-35، لكن الولايات المتحدة أقصت تركيا من البرنامج بعد حيازتها لصواريخ S-400 الروسية. أوصت لجنة من المستشارين الصحيين الحكومة الأمريكية بالموافقة على تطعيم الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما بلقاح شركتي فايزر وبيونتك. وجاءت الموافقة خلال تصويت لمستشاري إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بموافقة 17 عضوا وامتناع واحد فقط. يذكر أن شركتا فايزر وبيونتك تقدمت هذا الشهر للحصول على الموافقة لمنح لقاحهما للأطفال الأصغر سنا بعد أن حظي بموافقة الإدارة لمن تزيد أعمارهم عن 12 عاما. النشرة انتهت، شكرا لكم مشاهدين على كرم وطيب المتابعة، إلى اللقاء. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة. تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء. مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم. أكثر الأخبار تعقيداً تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلاً، شيء ما ينقص المشهد. لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حث سابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك. حاضرك، مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً في كل يوم. حمدوك يعود إلى منزله وبلينكين يجري اتصالا به. عودة الاشتباكات بين قوات تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس.
11 قتيلا في اعتداء ارهابي في ديالى والكاظمي يتوعد بالقصاص. اليوم مباحثات أوروبية إيرانية في بروكسل حول برنامج طهران النووي. ميقاتي يعتذر عن حديث وزير إعلامه عن اليمن ويؤكد أنه لا يعبر عن موقف حكومته. طيب التحية وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة. إذ رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعودة رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك إلى منزله، وذلك في اتصال أجراه بلينكين بحمدوك بحسب الخارجية الأمريكية. رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك كان قد عاد إلى منزله في الخرطوم والذي أحيط بقوة أمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله لحمايته. وتعهد البرهان بعودة حمدوك لمنزله متى استقرت الأمور وزالت المخاوف. القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان كان قد حدد خريطة طريق المرحلة المقبلة بالإعلان عن تعليق بعض بنود الوثيقة الدستورية التي كانت تشكل ركيزة مرحلة الحكم الانتقالي، لكنه أكد السعي لاستكمال تكوين المؤسسات في غضون أسبوع إلى 10 أيام. البرهان أشار إلى أن الحكومة ستشكل بطريقة مرضية وسيتم اختيار وزير من كل ولاية بدون مشاركة أي قوى سياسية. البرلمان اتهم قوى الحرية والتغيير باختطاف مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورفضها الجلوس إلى طاولة الحوار. اطرحنا أن يمكن يشاركوا في المفوضيات، يمكن يشاركوا في المواقع المجلس التشريعي، هذا كله تحدثنا فيه، لكن بكل أسف مبادرة رئيس الوزراء تم اختطافها بواسطة مجموعة معينة وأغلقتها. أغلقتها على نفسها وبدأت تتحدث في أمور حتى أمور خاصة بالقوات المسلحة نحن لا نعلمها، ونحن أيضا أخصينا من هذه المبادرة. القوات المسلحة ما كانت ممثلة في هذه المبادرة وهي شريك أصيل في الانتقال. في الشأن الليبي أفاد مراسل الحدث باندلاع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة في منطقة الفرناج أحد أحياء العاصمة طرابلس بين جهاز دعم الاستقرار والشرطة القضائية التابعة لجهاز الدعم. ونقل مراسل الحدث عن مصادر محلية تضرر عدد من السيارات والمحال التجارية. وبحسب مصادر الحدث فإن سبب الاشتباكات هو خلاف على مناطق النفوذ بين القوتين، إضافة إلى اعتراض جهاز دعم الاستقرار على توقيف سيدة تقود سيارة بدون لوحات معدنية من قبل الشرطة القضائية. يذكر أن الاشتباكات بين هاتين القوتين التابعتين لحكومة الوحدة ليست الأولى. أعلنت خلية الإعلام الأمني ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش في ديالى إلى 11 قتيلا وعشرات الجرحى، بينما توعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن لا تمر جريمة المقتادية دون محاسبة. توعد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر بفرض عقوبات على المجامع المسلحة الخارجة على القانون والتي تستهدف المصالح الأمريكية والعراقية. تولر أضاف في جلسة حوارية على هامش ملتقى الشرق الأوسط في أربيل أن الولايات المتحدة طلبت من إيران والدول المجاورة عدم التعدي على سيادة الأراضي العراقية.
يلتقي في بروكسل اليوم مساعد وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها النوويين الجديد علي باقري والمفاوض الأوروبي إنريكي مورا الذي زار طهران في 14 من أكتوبر الجاري أملا في الحصول على موعد محدد لعودة المفاوضات النووية إلى فيينا. وبحسب المتحدث باسم المنسق الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فإنه من غير المقرر أن يلتقي جوزيف بوريل والمفاوض الإيراني، وتماطل إيران في العودة للمحادثات النووية. وكان مندوب روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعا المسؤولين الإيرانيين علنا إلى تعريف ما يقصدونه بكلمة قريبا عندما يسألون عن موعد رجوعهم إلى طاولة المفاوضات. قال مستشار الأمن القومي جاك سوليفان إن الرئيس جو بايدن سيناقش المحادثات النووية الإيرانية مع الحلفاء الأوروبيين على هامش قمة مجموعة العشرين وقمة المناخ العالمية. وقال سوليفان إن واشنطن تراقب عن كثب التقدم في البرنامج النووي الإيراني وتشعر بالقلق إزاء الخطوات التي اتخذتها طهران منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، مشيرا إلى أن نافذة الدبلوماسية ليست غير محدودة وأن واشنطن تحتفظ بالطبع بجميع الخيارات الأخرى التي تتمكن من التعامل أو تمكن من التعامل مع هذا البرنامج حسب الضرورة. At what stage will the White House decide that Iran has passed the no point of return? They have enough enriched uranium, they have heavy water, they have the know-how. So when do you decide that we have to enact Plan B, if you wish? So on the second, I'm not fixing a date on that. Obviously, we closely monitor the progress in Iran's nuclear program. We are alarmed and concerned by the steps that they have taken since they left the Joint Comprehensive Plan of Action. Within the Joint Comprehensive Plan of Action, there were constraints on that program that were significant and substantial. We had a lid on that program. Now we do not because we don't have that deal. So our first and highest priority is to get back to the table and get back to a deal that does, in fact, place a lid on Iran's nuclear program. أعلنت قوات التحالف أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي، كما اعترضت منظومة الدفاع الجوية مسيرة مفخخة حاولت استهداف مدينة نجران. وأعلن التحالف أنه سيتعامل بحزم مع الاعتداءات العبثية ضد المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. الشبكات المستمرة تشهدها جبهات حجة بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي التي تحاول التقدم والسيطرة على مواقع الشرعية التي تبادلها بإطلاق النار لصد هجماتها. مفاد الحدث زار الخطوط الأمامية بجبهة يطين بمحافظة حجة ورصد لنا الأوضاع هناك. نحن الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة الطينة في محافظة حجة، هذه الجبهة المشتعلة منذ أيام والتي شهدت قتالا شرسا بين ميليشيا الحوثي وقوات الشرعية. نحن أول من نصل إلى هذه الجبهة، جبهة الطينة بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية، حيث تجري الاشتباكات بصورة مستمرة بين قوات الشرعية التي نقف في مكانها الآن وميليشيا الحوثي التي تستهدف من خلال القذف بقذائف الهون لهذا المكان أن تزيد الحصار على المواطنين الموجودون في محافظة حجة، ما يزيد المعاناة المستمرة التي يعيشونها. القوات هنا تتحدث على أن هذه الاشتباكات تستطيع القوات اليمنية صدها بصورة مستمرة. هذا هو أحد الجنود الذين يقفون في الخط الأمامي تماما على جبهة الطينة، وكما تشاهدون وتسمعون هذه الطلقات هي رد على طلقات أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل قليل لتستهدف بها هذه المنطقة. الوضع بالجبهة كما تشاهدون تبادل عيارات، تم الرد على ميليشيا الحوثي وتم إسكات عياراتهم. ميليشيا الحوثي في الاتجاه ذي باتجاه مزارع الجر وبحربهم بالحرب الجبانة بالحرب المسيرة والذية، وكلما حاولت ميليشيا الحوثي أن تتعامل بالعيارات بيتم عليها ولن تتقدم شبرا واحدا. تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن حتى لا نستهدف من قبل هذه المسيرات التي تطلقها ميليشيا الحوثي بصورة مستمرة لاستهداف القوات الموجودة في هذه المنطقة. من داخل جبهة الطينة لقناتي العربية والحدث، أحمد بقاتو، محافظة حجة.
قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن تصريحات نظير اللبناني جورج قرداحي تعكس جهلا بدور إيران وأجندتها التوسعية باليمن والمنطقة. وشدد الأرياني على أن الحوثيين هم من فجروا الحرب بالانقلاب على الدولة بإعاز وتخطيط إيراني. من جانبه لفت وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إلى أن تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعد خروجا عن الموقف الواضح لبلاده تجاه اليمن، كاشفا عن توجيه سفير بلاده بتسليم رسالة للخارجية اللبنانية تستنكر تصريحات قرداحي. بدوره أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا عبر فيه عن رفضه لحديث وزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن والدول الخليجية، معتبرا أن حديث قرداحي مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة. أضاف ميقاتي أن حكومته حريصة على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وأن تدين التدخل بشؤونها الداخلية، مضيفا أن تصريحات وزير الإعلام كانت قبل تسلمه المنصب. دعا نواب في الكونغرس الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن لعدم بيع مقاتلات F-16 لتركيا، وعبروا عن ثقتهم في أن الكونغرس سيعرقل هذه الصفقة. وفي رسالة أبدى 11 نائبا شعورا عميقا بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن احتمال شراء تركيا 40 طائرة F-16 جديدة و80 من معدات التحديث. كما أضاف الموقعون على الرسالة أن بيع المقاتلات يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر، وسبق أن طلبت أنقرة أكثر من 100 طائرة من F-35، لكن الولايات المتحدة أقصت تركيا من البرنامج بعد حيازتها صواريخ S-400 الروسية. إلى اللقاء.